بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء 37، وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة التحية لأهالي سيناء معربا عن تقديره للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن خلال مواجهتهم للإرهاب. جاء هذا خلال خطبة الجمعة التي جاءت من مسجد المدينة الشبابية في العريش في حضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء وأهالي المحافظة. سيناء أرض الله التي كرمها حين كلم موسى تكليما في عيدها القومي 37، تأتي خطبة الجمعة لوزير الأوقاف من مدينة العريش بشمال سيناء تحت عنوان عوامل بناء الدول، وذلك في حضور وزير الشباب والمحافظ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية، إجلالا وتقديرا تجاه أرض تباركت بمرور الكثير من الأنبياء وواجبا في ذكرى العزة والكرامة. نحن هنا لننفي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، فالمعركة جزء منها فكري، نفي الجهل ونفي الانتحال وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة، وهذا دور السادة الأئمة والعلماء والمثقفين والمفكرين جنبا إلى جنب إلى قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وأبناء سيناء الشرفاء. وأظن أن وجودنا هنا ده رسالة للدنيا كلها وسط أهالينا، وهذه الأجواء المفتوحة بين أهل سيناء رسالة كبيرة عن الأمن والأمان. احتضان الطموحات والتطلعات لأهالي وأبناء شمال سيناء خلال الفترة الحالية ركن من أركان استراتيجية الدولة الطموحة للنهوض بسيناء في المجالات كافة، وهو ما يأتي تأكيدا من المسؤولين في الذكرى 37 بعيد تحرير سيناء. صلاة الجمعة من مدينة العريش، وده بترمز إلى الأمن والأمان اللي احنا كلنا بنعيش فيه، وإن اتنين وزير يكونوا موجودين ويشاركونا فرحتنا بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، وأيضا السيد وزير الشباب جه عشان خاطر يلتقي مع أبنائه من الشباب اللي هم محققين بطولات في ميادين مختلفة أو في نشاطات مختلفة. إن شاء الله نرى العريش وهي بتستقبل وبتستضيف المناشط الرياضية بتاعتنا وبطولات الرياضية، إن شاء الله نشوف هذا اليوم عن قريب بإذن الله. سيناء أرض الأديان، تاريخها حافل بالأمجاد والبطولات، ليس الآن فقط لكن على مر العصور، ما يستوجب من الجميع العمل على تقدمها وازدهارها والسعي الجاد لبنائها، وهو ما أكد عليه المشاركون في عيدها. وليد هيكل، التلفزيون المصري.